بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حظي موضوع الذاكرة باهتمام كبير من طرف المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، وهذا استجابة للمطلب الشعبي والنداءات التي رفعها الشعب الجزائري في حراكه المبارك حينما اتخذ من رموز الثورة الوطنية والمقاومة ورموز الذاكرة شعارات لمطالبه. فكان مترشح الحر السيد عبد المجيد تبون قد تعهد في عهدته الأولى انطلاقا من الالتزامات 54 والتي هي تعبر عن التزامه بموضوع الذاكرة لرمزية الرقم 54، ثم كان بعد ذلك الاهتمام بإعادة النظر في الدستور، فكان دستور نوفمبر تيمنا بشهر نوفمبر المبارك في الجزائر. الذاكرة في برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون هي الذاكرة الجمعية، هي الذاكرة التي تجمع الجزائريين، لأن الدول الوطنية قامت على أساس التاريخ المشترك من عادات وتقاليد وانتصارات وإنجازات، وهي عناصر الذاكرة. ولهذا كان دائما في لقاءاتي الإعلامية، وهي سنة حميدة سنها المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في عهدته الأولى، دائما يذكر بهذه العناصر، عناصر الانتصار، عناصر الفخر عند الشعب الجزائري. هذه الذاكرة التي عرفت إنجازات لم يسبق لها أن رأيناها في الجزائر، من خلال اعتماد أيام وطنية، من خلال عودة جماجم الشهداء في صورة شاهدها العالم. ثم أكثر من ذلك، المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون قد قارن الذاكرة بملف التنمية. الرهان الكبير هو الحفاظ على هذه الذاكرة لنعرف من نحن، لنواصل في بناء جزائر قوية. لأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون كان يصر دائما على أن الذاكرة الحقة هي التي تعطينا مواطنا حقا. هذا المواطن هو الذي يعطينا دولة قوية. التغني بالذاكرة ليس مجرد شعارات، ليس مجرد زيارة المتاحف والوقوف على ما تعرضه، وإنما إنجازات ميدانية، وهذا ما حرص عليه المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى. فكانت قرارات وإنجازات، وكانت كل سنة من سنوات العهدة السابقة إنجازات في مجال الذاكرة، خاصة وأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يرى بأن ملف الذاكرة لا يمكن أن نفصله على باقية الملفات الأخرى، خاصة في علاقاتنا بدول الجوار وبدولة دولة الاحتلال السابقة. في لقاءاته السياسية كان دائما يؤكد على أن ملف الذاكرة هو حجر الأساس في علاقاتنا مع فرنسا من جهة، وفي علاقاتنا مع دول الجوار، وأيضا هو خريطة الطريق بالنسبة لعلاقاتنا مع العديد من الدول. ملف الذاكرة حظي باهتمام كبير، وهو الملف الذي لا يقبل التقادم ولا المساومة ولا التراجع. الدليل أن المترشح الحر في عهدته السابقة قرن زيارته إلى فرنسا، زيارة الدولة بعد زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، بضرورة تسوية ملف الذاكرة، وقد أعطى شروطا لتحقيق هذه الزيارة. إن لم تتحقق هذه الشروط لا يمكن له القيام بزيارة الدولة. برز أيضا اهتمام المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بملف الذاكرة من خلال متابعاته وإشرافه وتوجيهاته للجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة من أجل إيجاد حل للقضايا العالقة المتعلقة بالذاكرة. الذاكرة في برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تبقى متواصلة، فهو دائما يعد الجزائريين بضرورة الحفاظ على هذا الماضي والنظر إلى المستقبل انطلاقا من ذاكرتنا، الذاكرة التي تحمل الافتخار والانتصار والتحدي، ذاكرة تجمع الجزائريين حول هذا الوطن، ذاكرة تجعلهم أسياد
وتذكرهم دائما بالتضحيات وأيضا بالإنجازات، لأن الذاكرة هي ما قام به نساء ورجال الجزائر من تضحيات، من بطولات، وأيضا من إنجازات في مجال بناء الدولة. وعليه لا يمكن في نظر المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بناء دولة قوية ومواطن قوي دون الارتكاز على عناصر الذاكرة، وهي التي تسمح بالرقي في باقي المجالات. المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في كل مرة، سواء في لقاءاته في الداخل مع وسائل الإعلام أو في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين ورؤساء الدول الذين يزوروا الجزائر أو أثناء مشاركاته في المنابر السياسية الدولية، يؤكد على أن ملف الذاكرة هو حجر الأساس في بناء الدولة، في بناء الاقتصاد، في ربط الجزائريين بوطنهم، والحفاظ على المنجزات. وملف الذاكرة عند المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لا يقبل المساومة ولا التنازل ولا التقادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.